بس يكفي يكفي. الشاي ما يحلى إلا وسكر زيادة. بس يا حبيبتي زيادة السكر تضرك وتسبب لك السمنة بعدين. سمنة؟ أي سمنة؟ ترى كلهن ثلاث ملاعق. تعرفي أن السكر موجود في معظم أكلنا وإحنا ما ندري؟ شوفي هذا وهذا وهذا كله فيه سكر، حتى هذا مع إنه طازج وطبيعي وبدون ما أضيف له سكر. شوفي هذا المنتج، لازم تقري البطاقة اللي موجودة عليه عشان تعرفين كمية السكر. أها، وأنا أقول من وين وزني يزيد.